وعدناكم بان احنا نتكلم عن حملة التبرعات اللي تم تدشينها على النت واللي عملها الاستاذ بسام الشماع المرشد السياحي وكاتب المصريات وعضو اتحاد الكتاب. تفاصيل اكتر نعرفها منه هو شخصيا. صباح الخير واهلا بحضرتك معانا. صباح النور جميعا وصباح النور على مصر والسلام عليكم، وكمان احيي جميع المصريين بالتحية الهيروغليفية حتب وحتب يعني الرضا والسعادة والسلام، كلمة هيروغليفية قديمة. حتب حتب وحتب حتب وتطلع هوا كده من بقنا جميلة. فبسام المصريون يشيدون المتحف المصري الكبير، حملة قومية حضرتك كنت اطلقتها للتبرع لدعم بناء المتحف المصري الكبير اللي كان مقرر ليه ان هو يفتتح في 2009 لكن تم التأجيل ل 2015. تفاصيل هذه الحملة. يوم 11 سبتمبر دشنت هذه الحملة على الفيسبوك، كان الحقيقة يوم جميل جدا، وهي الحملة يعني تقريبا الخامسة في سلسلة حملات كنت بحاول أوصلها للمسؤولين، كان منهم حملة الخمسة الكبار، حملة المليون اسم، عودة خمس آثار كبار من متاحف العالم، حملة إنقاذ المخطوطات في المجمع العلمي بعد الحريق البائس اللي حصل واشترك فيه مصريين بشكل جميل جدا، عمل نوع من أنواع الالتفاف بشكل جامد قوي قوي، ويعني حملات أخرى كثيرة منها استعادة تمثال حمقيون ومهندس الهرم الأكبر من ألمانيا، ثم وصلنا إلى بهذه الحملة اللي هي اسمها المصريون يشيدون المتحف المصري الكبير باتنين جنيه. أستاذ بسام، في البداية عايزة أعرف هل كان مشكلات التمويل مشكلات كبيرة وهي اللي عطلت افتتاح المتحف؟ الحقيقة أنا لا أعمل في الحكومة، يعني أنا عملي حر، وبالتالي كل هذه التفاصيل بالنسبة لاقتصاديات ال 500 مليون اللي كانت تبرعت بيهم أو كان قرض مبسط بالنسبة ومخفف من اليابان أو من غيرها من البلاد الصديقة، كل هذه التفاصيل المادية الحقيقة أنا لا أدخل فيها. على الحال لما بنقول مثلا في حملة تبرعات، أنا كمان مش بجمع تبرعات، أنا بس مجرد بشجع المصريين على أساس إن الحمد لله رب العالمين ربنا كرمني بأعداد من الآلافات من الأعضاء عندي على الفيسبوك، فبت وبيجوا لي محاضراتي وكده، فالحمد لله رب العالمين الناس بتثق فيا، فانا بقول لهم يا جماعه يلا تشجعوا، احنا عايزين نبني هذا المبنى بايدينا بقى. يعني هو فكره ان انت تدفع 2 جنيه ديت، دي حاجه هتبقى ليها دعوه بفتح حساب اللي بقترحه بقى على وزاره الاثار انه يفتح حساب في بنك، وانا الحقيقه عارف ان البنك المركزي يعني ما بيبقاش ليه علاقات بالموضوع دوت، بس الحقيقه انا بنصح المره دي ان تبقى هذا الحساب حساب خاص ويستثنى منه بالقوانين بتاعت البنك المركزي، ويتم افتتاحه في البنك المركزي ويكون تحت اشراف وزارة الاثار وزارة السياحة وزارة الثقافة والازهر الشريف. انا عايز الفكرة مش فكرة ان انت هتدفع 2 جنيه بس، لا يعني فكرة 2 جنيه دي حد ادنى، عايز تدفع اكتر طبعا اهو سهلا، لو انت فكرتي في 95 مليون مصري فاحنا بنتكلم على 200 مليون الا جنيه مصري في خلال مدة وجيزة لو وزارة الاثار بدأت تستمع الى هذه الحملة. الفكرة بقى انا ببذر بذور الاخلاص والوفاء والانتماء لدى الشعب المصري ولدى الشباب ولدى الاطفال، لما الطفل يبقى في المدرسة ويحوش من، وعلى فكرة بالمناسبة انا اول يوم تدشين هذه الحملة جالي على الفيسبوك حد سيدة مصرية محترمة بتقول لي انا ولادي 5 سنين و7 سنين عايزين يدفعوا الاتنين جنيه، نروح ندفع فين بقى يا بسام؟ فده معناه يعني 5 سنين و7 سنين، فده معناه، ودي على فكره دي حفرت برضه في الحملات الماضيه، يعني ان كان الشباب بيجي وشاب 12 سنه راح تبرعت بنص مصروفها بتاع المدرسي علشان تجيب حاجات لدار الوثائق لما كانت المخطوطات المحروقه هناك علشان تترمم. فهذه المنظومه المصريه العظيمه الكريمه هتبين للعالم كله غير ان انت وافي ومخلص لارض الكنانه والارضك ولحضارتك ولبناياتك، لكن الاهم بقى من كل ده ان انت بتوري العالم ان انت في وسط ما انت بتشعر، يعني كلنا عارفين الموضوع ده دلوقتي، ان انت بتمر باقتصاديات صعبة وبتمر يعني حالة اقتصادية اجتماعية مش هينة، لكن يتعلق الشعب المصري مرة اخرى، لان احنا لما بنذاكر تاريخ بنشوف ازاي الشعب المصري بيتعلق في حين الناس كلها بتقول ان هو استكان، ودي بقى شخصية الشعب المصري اللي بتظهر في الاوقات، ان هو بيجي وقت معين الدنيا كلها تفتكر ان هو استكان، يوم يتعملك ويؤدي اداء عظيم. السد العالي مثلا مثالا لهذا، مثلا انت فاكر ان انت كذا واقتصاداتك ضعيفة وكده، ومرة واحدة بتشاهد هذا البناء التليد. نفس القصة دلوقتي،
مقابل ال 2 جنيه ديت بقى حضرتك في حاجات انا بقترحها على وزاره الاثار ان هي تعملها. نمره واحد، بياخد كل واحد تذكره، كل واحد بيتبرع ب 2 جنيه بياخد تذكره لما بيتم افتتاحه ان شاء الله في 2015 زي ما هم قالوا، يدخل هذا الشخص المتحف المصري 10 مرات مجانا. نعم. نمره اثنين، بجانب المتحف، لان ده مش هيبقى متحف بس، ديت منظومه ثقافيه كبيره بها قاعات المؤتمرات وقاعات وقاعات ثقافيه ومعهد كبير يعني ترميمي وترميم الاثار وكذا، 117 فدان، ده مشروع طموح جدا. فبالتالي انا هدخل هذا المصري مع عائلته اللي دفع ال 2 جنيه ده، هدخله يحضر 10 محاضرات مجانيه للتثقيف وتعليم الاثار وتاريخ مصر عن طريق مرشدين سياحيين متطوعين وانا اولهم وان شاء الله، ومدرسين على اعلى مستوى في الجامعات، دكاترة علماء اثار، ونعرف منهم ناس ممكن يتطوعوا وعايزين يتطوعوا لهذه المحاضرات. نمرة ثلاثة، ورش عمل مجانية للاطفال لتعليم الترميم والتنقيب، ودي كانت على فكرة تجربة عملتها سيدة في متحف الاسكندرية القومي وتعرفت عليها وهي تعمل فيه بالنشاط المتحفي. عملت حاجة لذيذة، جابت رملة وجابت بعض المستنسخات وحطتها تحت الرملة واستضافت الاطفال في الاسكندرية تبع المتحف القومي بالاسكندريه، وبدات تعلمهم استاذه مديحه دي عظيمه، وبدات تعلمهم ازاي ينقبوا عن الاثر. كل الحاجات دي بقى من الانشطه دي للاسف يا استاذ بسام، يعني انا اول مره اسمع عن استاذه مديحه من حضرتك. حاجه زي كده لازم يكون لها سبوت اعلامي قوي، يعني احنا شفنا هجمه شرسه في وقت من الاوقات الغابره، يعني ربنا ما يرجعهاش ان شاء الله، الهجمه على الاثار وعلى انه مش عارفه الهرم يتهد واصنام وما الى ذلك وكل الكلام ده. كل هذا الجهد المحترم اللي هيعمق ويأكد عند ولادنا خصوصا الصغيرين احترامهم لهذه الحضاره وشرف انتمائهم لهذا البلد وانتمائهم لهذه الحضاره، لازم يبقى له سبوت اعلامي اكتر. فما تصحيش بقى تاني يوم الصبح تلاقي حد داخل متحف يكسر الاثر. بالظبط. تبني وتبذري بذور في ارض خصبه، تقول لهم تعالوا يا جيل يا جديد، لما فهمكم بطريقه لذيذه وطريقه خفيفه وطريقه عمليه وطريقه فيها جاذبيه يا جماعه، احنا لازم نعترف ان الطفل والطفله المصريه هربوا من حصه التاريخ. ليه؟ هربوا من حصه التاريخ لان التاريخ يقال بطريقه قاسيه. ما عندناش حاجه طول النهار غير ان رمسيس الثاني واقف فوق العجله الحربيه عمال يضرب في الحيثيين، وتحطمس الثالث عمل 17 حمله عسكريه الراجل يشكر، ووصل بمصر الى اكبر الممالك، ونفرتيتي راسها في برلين وكانت ست حلوه، وحتشبسوت حكمت 22 سنه وعندها الدير البحري. ادي الكلام في وسط الجمل اللي انا قلتها دي كلها، يوجد اخطاء غير طبيعيه في التاريخ. اول حاجه، مفيش حاجه اسمها نفرتيتي، نحن ننطق اسم هؤلاء الملوك والملكات بخطا كمان. هي نفرت، ادي كلمه، ايتي ادي كلمه ثانيه خالص، يبقى نفرت ايتي، حتشبسوت في الف بعد الحاء لان حات معناها المقدمه في الهيروغليفيه، وهكذا بقى دواليك، رعمسس بدل رمسيس، جحطمس بدل تحطمس، جسر بدل زوسر، لان مفيش زال ولا زين في الهيروغليفيه. يبقى انا جبت منين ايزيس؟ جبت منين اوزوريس؟ اوزوريس ده اسير، وسير بالهيروغليفي، اوزوريس دي بعد كده بقى في اليوناني. لا انا عايز اعلم الطفل وعلم الشباب عندي الكلام في كليه الاثار وكليه السياحه قسم الارشاد السياحي، كل هذه التاريخ، حصه التاريخ في المدارس، ان انا اعلمهم الاسم الهيروغليفي. يعني مثلا نمسك ايزيس، وعلى فكره الاسماء الهيروغليفيه لها اصول، والاصول دي لسه عايشه وسطيك دلوقتي. فانا لو جبت الطفل قلت له ايزيس دي التسميه الحديثه بتاعت اليونان ومش عارف ايه، لكن هي في الاصل في الهيروغليفيه تعالى ما اقول لك انها كان اسمها ايسات. فاي ست متفرده زي ايزيس، ايسات، ايزيس بقى باللغه الاجنبيه، تعالى ما اوريك انها ايسات، علشان كده كل مبرده دلوقتي بتسميها الست. الست ام كلثوم، الست ام غسام، الست ام، يعني ها مش كده؟ فشوفي حضرتك ضحكتي دلوقتي، ضحكتي لان انت اخذتي معلومه لذيذه صح، حلوه طريفه، ممكن تقوليها لاولادك ولاخواتك النهارده وتعيش في الناس ومش هتنساها، مش هتنساها ابدا. وفي نفس الوقت لما هتقوليها الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه هياخدها ويروح ايه مديها لنا، وهكذا. فانا احمل ده بقى استغل النوع ده من المعلومات للاسف اللي مش موجود خالص في مدارسنا. وبما ان احنا النهارده بنتكلم طبعا في اول يوم، يعتبر اول يوم كل المدارس راحت النهارده، بنتكلم عن الدراسه ومناهج التاريخ وكيف يجب ان تدرس، وبالتالي وكمان يا استاذ بسام نبتدي بقى من الجامعه، من المدرس اللي بيخرج علشان يعلم ولادي. بص حضرتك، انا مره كنت على الهواء في احدى يعني الاذاعات اللي على النت، وطبعا انت عارفه حضرتك دلوقتي الشباب كله على اذاعات النت وغيرها، ففوجئت بسؤال بعتهولي طالب انا معرفهوش، بيقول
جامعه مصريه في دكتور واقف بيقول الكلام ده. فلا يجب يا جماعه ان احنا نشوف الكوريكولمز ونشوف المنهاج بتاعنا بيتدرس ازاي عشان ما نقعدش بعد كده نندم. احنا من امبارح انا كنت عندكم في صباح الخير يا مصر وناديت بان اثارنا اللي موجوده في القدس المحتله دي اللي بتتباع في محل اثار مصريه. الاثار طبعا من يوم الخميس اللي فات عملت الكونكشنز بتاعتها والنهارده كل الجرايد بتتكلم على وقف بيع الاثار بتاعتنا في القدس وفي القدس المحتله وفي الاماكن هناك. فانا بقول لك ايه، لا تكلوا ولا تملوا، واوعوا تحطوا ايديكوا على خدكم وتقولوا خلاص الدنيا انتهت والاثار بتاعتنا. لا يضيع حق وراءه محارب مش مطالب. خلاص مطالب دي زمان، دلوقتي لازم نحول المثل ده يبقى محارب. مش محارب، انا مش بتكلم سلاح ورصاص، انا بقول محارب يعني طول عمرك يبقى عندك الحماسه. وده ممكن استغل المتحف المصري الكبير في الموضوع. انت عارف في فكره قلت لهم يعملوا ايه؟ يعملوا من ضمن الحاجات اللي في التدشين الحمله، يعني بقول لهم ابنه متحف للمستنسخات بجانب المتحف المصري الكبير في نفس المكان في 117 فدان. بمعنى ايه؟ بمعنى برافو عليك، ده سؤال احسنت عندما سالت هذا السؤال. يقول لك طب انا عندي الاصلي اعمل جنبيه متحف مستنسخات. ده كلام؟ اقول لك اه ده كلام. تقول لي ليه؟ اقول لك لان هذه المستنسخات اللي انا هطالبك انك تعملها لي يا وزاره الاثار هي مستنسخات لبعض القطع الاثريه الهامه المسروقه والمتاخده مننا زمان ودلوقتي وموجوده في متاحف. مثلا ناخد مثال، مثلا تمثال حم ايونو ده مين؟ ده مهندس الهرم الاكبر. ده صورته لازم تبقى او قصته لازم تبقى في اول صفحه في كل كتاب مدرسي. ليه؟ لان ده اللي بيخرس ألسنة ان هم اللي ده مصري. والقاعده بتاع التمثال وعليها هيروغليفي، اصل مفيش هيروغليفي في تل ابيب. وفي نفس الوقت هذا الهيروغليفي بيقول ايه بقى على حم ايونو؟ المسؤول عن كل الاعمال الانشائيه للملك خوفو، يعني اول مهندس للهرم ومقاول الاثنين، يعني عبد الحليم حافظ والمقاولين العرب في شخصيه واحده. ليه؟ لانه من ضمن القابه كبير مغنيين ومنشدين مصر. الله، ايه الشخصيه الموسوعيه الحلوه دي؟ راجل عبقري هندسي مدوخ الدنيا بهندسته في هرم خوفو. ازاي هذا الرجل نجح في انه يخطط انه يحط 2,300,000 حجر في مبنى واحد؟ 6,000,000 طن وزن الهرم الاكبر لخوفو، 6,000,000 طن، مفيش سنتيمتر واحد تحت الارض اساس. يا راجل ده انت بتبني النهارده دورين، بتقعد تنزل تعمل في الاساس تحت لغايه لما بيطلع لك تماسيح من الميه. صح؟ انما انت حطيت 6,000,000 طن 146 متر ارتفاع، 2,300,000 حجر في مبنى واحد من غير سنتيمتر واحد، ده اعجاز هندسي. فهذا الرجل ازاي احنا ما نعرفوش؟ حم ايونو له تمثال واحد فقط في العالم. في العالم تم اكتشاف له تمثال واحد فقط في مقبرته جيم 4000 بجانب الهرم، اخذوها الالمان سرقوها وحطوها في متحف هيلد ديزاين. الان تمثال حم ايونو يا وزاره الاثار اهو، بلاغ من بسام عضو رقم 1000 في نقابه المرشدين السياحيين، اسم محمد الشمع، ببلغ وزاره الاثار تمثال حم ايونو موجود في متحف هيلد ديزاين بالمانيا. فين متحف هيلد ديزاين؟ في هيلد ديزاين. فين هيلد ديزاين؟ 35 كيلو جنوب هانوفر. فين هانوفر؟ غرب برلين بالمانيا. ارجوكم اعملوا كل ما تقدروا عشان تعرفوا الاسئله في المانيا في المانيا في اوروبا. جنب الكشك اتعرفت على الجرايد كمان شويه. كمل شويه يعني الحديث مع حضرتك ممتع وشيق. خلينا نرجع مره ثانيه للمصريين يشيدون المتحف او المتحف المصري الكبير. من ضمن الاقتراحات اللي مفرقينها مع حضرتك ان يبقى في طوبه حمراء تتباع لكل شاري يشتري هذه الطوبه، يتم نحت اسمه على هذه الطوبه وتوضع في جدران المتحف المصري الكبير. يعني وياخد شهاده ورقيه كمان بملكيته لهذه الطوبه. الحقيقه الفكره يعني جميله ومثيره وجديده. الفكره دي طرحت من كام عام بس انا زودت عليها حاجه بقى. حضرتك مثلا حد مثلا متزوج وعايز يجيب لزوجته بعيد، خدي بالك انا بعمل حمله وطنيه قوميه الدنيا كلها. فاكرين في حب مصر كان في حمله زمان عشان ندفع ديوننا اسمها في حب مصر، والزمالك والاهلي لعبوا ورحنا كلنا الاستاد والفلوس كلها راحت في حب مصر عشان ندفع ديوننا. فاكرين كمان ايضا مشروع القرش برضه نفس الحكايه، ده شيء مماثل لده. فالافكار دي كانت موجوده. انا قلت طيب الطوبه الحمراء ديت انا اجيبها لاختي او لامي في عيد ميلادها، بدل ما اجيب لها برفان مش عارف ايه وخلاص ويروح بعديها بشويه، لا انا هجيب لها الطوبه دي. الطوبه دي سوف تنحت عليها اسمك، اسمك مثلا منى، هنكتب منى بالعربي وهتتصوري انت وجوزك او انت واخوك او انت واللي يديلك الهديه دي، والطوبه تبقى ب 50 جنيه.
هذه الكلمة اللي سوف تنحت على هذا هذه الطوبة الحمراء تحتيها بقى هيبقى اسمك بالهيروغليفي. سوف ينحت اسمك او اسمك بالهيروغليفي. وتضع هذه الحجر بعد ما تاخدي شهادة تقدير وبعد ما تاخدي الصورة معاها مع المسؤولين في المتحف ومع بنا المتحف في الظهر كده في الباك جراوند في الخلفية، تضع هذه الطوبة ضمن هذا الجدار. ايضا عايز اعمل هريمات، بقترح على وزارة الاثار يعملوا هريمات زجاجية. تمام، تحط فيها الفلوس، معك ربع جنيه زيادة، معك جنيه زيادة، معك حبة فك عايز تتخلص منهم، عايز تتبرع مثلا اكتر من 2 جنيه، احطها بقى في الشواطئ، احطها في المولات، مراكز التجارية، احطها في الجامعات، في المدارس، وجنبها حارس. كل ما يتملي الهرم او الهريم الزجاجي بالفلوس اروح مكلم على طول المسؤولين. في حاجة تانية عايز اطمن الناس فيها، لان انا عارف طبعا السؤال اللي انا سألته في الاول خالص. طب يا عم رسام، في ازمة ثقة ما بين الشعب والحكومات عامة في حكاية الفلوس دي. ففي ناس بتشك، في ناس تقول لك طب الفلوس دي انا اللي يضمني انها هتروح في المكان. والله يا استاذ رسام حتى ازمة الثقة دي قلت دلوقتي. يعني انا عايز ايه؟ كمان ممكن يساعدها في انها تقل اكتر، هقول لك ازاي. بصوا يا جماعة، اللي هيخش على الفيسبوك عندي اللي هي المصريين يشيدون المتحف المصري الكبير، حط اعمل جوين، اعمل اشتراك وانا هدخلك ايه معايا. يعني حتى لو انت مش عايز تدفع الاثنين جنيه في المستقبل لما وزارة الاثار ان شاء الله تستجيب للحملة، حط اسمك عشان تزود لي العدد. ليه بقى؟ كل ما بتزود لي العدد يا شعب مصر انا بقدر اروح معايا ربع مليون، معايا 200,000 شخص، اقول لهم بصوا يا جماعة في ربع مليون مصري عايز يعمل الحملة دي، عايز يتبرع باثنين جنيه، يلا بقى ايه شجعه. فكل ما العدد يزيد في الفيسبوك. طيب انا هعمل ايه بقى؟ انا بطمن الناس مفيش فلوس، مفيش ساغ، مفيش قرش من الاثنين جنيه اللي انت هتدفعهم دول هيروحوا لاي مسؤول كاش. يعني مفيش فلوس هتطلع من البنك الى وزارة الاثار فلوس. هنعمل ايه؟ هاخد المسؤولين في المتحف وهنطلع. عايزين ايه يا جماعة؟ عايزين جهاز انذار بكام؟ بربع مليون جنيه. يلا بينا على شركات الانذار. وهروح واخد كاميرات ماسبيرو وطلعين على الشركة فواتير نشتري نركب كل ده على الهوا. وكل اسبوع انا عندي مثلا الظهور اسبوعي في ماسبيرو تقريبا، اروح واخد ورقة من البنك مختومة بختم النس واروح اقول لهم ايه؟ بصوا يا مصريين احنا وصلنا 200,000 اهو. كل اسبوع المصري عارف هو بيدفع كام. وشاف بعينيه اللي دفع ده عمله على هيئة ايه؟ على هيئة ده، على هيئة ده. وبالتالي خد بالك بقى، الدنيا كلها هتضرب لك تعظيم سلام، ويبقى كمان استعادة السياحة، لان طبعا الموسم اللي جاي شكله ايه. خلاص، فاحنا تعالى نستعيد السياحة بقى. فانت تقول لي طيب هو احنا دلوقتي معانا الملايين دي كلها علشان نبني مبنى ولا نجيب عيش ونجيب اكل ونجيب حاجات كده؟ اقول له خد بالك، انت لما بتزرع الزرعه لما بتحط برسيم او تحط قمح او تحط شعير، انت ما بتحطش دلوقتي الشعير فبيطلع لك شعيره دلوقتي فتاكل منها عيش. صحيح. بتستنى شويه. فانت حط الاثنين جنيه ديت، وبعدين في 2015 هتبص تلاقي بسم الله ما شاء الله صرح طالع لك 117 فدان على حسب ما وزارة الاثار قالت انها هتخلصه ان شاء الله في 2015، يدخل لك يرجع لك على الاقل ال 15 مليون اللي كانوا بيخش لنا قبل 2011. يعني قبل 2011 كان بيخش لك 14 10 8 مليون ساعه، كان بيجيب لنا كام؟ 12 مليار دولار، يعني بتتكلم في 70 80 مليار. لو تعرف تجيبي 100 مليار جنيه مصري من مجرد 15 16 مليون سايح تستعيديهم في 2000 اواخر 2014 اوائل 2015. تمام. استاذ بسام، عايزه اقول ان اجمل حاجه في الحمله دي زي حضرتك ما قلت، مش بس بناء المتحف او ان احنا نوصل للبناء ده، اجمل حاجه انها بتحرك مشاعرنا وبتحرك وجداننا وبتصحي فينا حته حبنا لبلدنا واهتمامنا باثارنا وتقديرنا الدفين لهذه الاثار. وكمان يعني والمهم قوي تربيه الاجيال الجديده، عشان زي ما حضرتك قلت لما تكبر ما نسمعش الدعوات المتخلفه اللي كنا سمعناها قبل كده. بالنسبه للجزء بتاع اللي حضرتك اتكلمت عنه هو ان احنا نبني مبنى ولا نشتري عيش او ما الى ذلك، عايز اقول انه لو كان المصريين القدماء كان كل اهتمامهم بس هم هياكلوا ايه وهيشربوا ايه، ما كناش وصلنا لكل هذا يعني الاثار اللي احنا بنفتخر بيها امام العالم كله. هترجعي تحبي بلدك تاني لما تشوفي قدامك صرح رهيب العالم كله منبهر بيه وتقولي انا اللي بنيت ده، انا ده بتاعي، فمش هيجي لك واحد يكسر اثر. وبالمناسبه دي اخيرا، انا على فكره ممكن ما لومش اللي بيكسر الاثر ده كتير، الومه لكن ما لوموش كتير. عارف الوم مين؟ الوم هذه الظروف الاجتماعيه اللي افرزت لي عقليه زي دي. يبقى انا ابدا اعالج ايه؟ ابدا اعالج العقليه دي. البذره دي اتبذرت ازاي؟ ان هذه التماثيل كذا وكذا واصنام مش عارف ايه ومكسرها وحاجات زي كده.
ومع هذا اخيرا عايز اقول في نفس الوقت يجب على وزاره الاثار زي ما قلنا حاجات حلوه برضو نقول برضو نقد بسيط، خدوا بالكم من اجهزه الانذار والكاميرات، لان انا اكتشفت ان سرقه المتحف المصري، وده اكتشاف انا لسه عارفه من 10 ايام تقريبا من مصدر مسؤول كبير انا بثق فيه، الكاميرات بتاعه المتحف المصري اللي كانت موجوده في يوم 28 يناير يوم سرقه المتحف كانت لا تصور ليلا. دي كارثه، يعني كارثه، يعني انا عندي فوق ال 120 الف قطعه معروضه في اكبر متحف اثار مصريه قديمه في العالم، وعندي الكاميرات ما بتصورش بالليل، ده على اساس ان الحرامي لما بيخش بيولع النور. وهيجي الصبح بقى والمتحف مليان ناس. همي بكي وهمي بكي. اخيرا المصري القديم، المصري القديم عنده تسميه لمصر، كان مسمي مصر اسم قبل ما تتسمى مصر، كان هو مسميها اسم من ضمن الاسماء، ايه بقى؟ تا مريت، تا يعني ارض، مريت المحبوبه. الارض المحبوبه، ارض المحبوبه، ارض حبيبتي. علشان كده ارض المحبوبه من كذا الف سنه، وجا المصري في العصر الحديث وقال على بلد المحبوب ودي. تظل مصر هي الارض المحبوبه للاستاذ بسام الشماع الكاتب المصريات وعضو اتحاد الكتاب وايضا المرشد السياحي. يعني نتمنى في نهايه هذا اللقاء يحصل نوع من التواصل المثمر مع الجهات المختصه، حضرتك قلت وزاره الاثار، وزاره السياحه، الازهر الشريف، وزاره الثقافه، لتبني هذا المشروع والانطلاق به للامام علشان نرى بأعيننا المتحف المصري الكبير وقد شارك فيه المصريون في تشييده. ولما يحصل ده يا استاذ بسام يبقى لحضرتك تواصل معانا عشان نشارك في اعلان رقم الحساب وما الى ذلك، ويعني ناكد كل يوم على هذه الحمله ونتابع مع حضرتك بتوصل لحد فين. بشكركم وبشكر هذه الاطلاله. وكلمه تقال الان، انا لا اعمل في الحكومه، انا ناقد كبير بقالي 20 سنه بنقد وزاره الثقافه ووزاره الاثار، ولكني هنا اقول للتاريخ من 15 20 سنة أنا أستضاف في قنوات مسفيرو. قلما ما يضع لي خط أحمر في النقد. أشكركم على الإطلالة وأشكركم أنتم كمان اللي بتدوني الحق إن أنا أتكلم نقدا، وفي نفس الوقت لما تبقى في حاجة حلوة بنقول عليها. أهلا بيك دايما. صباح الخير على حضرتك. صباح